السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، أنا موش منعت نقدم فيديوهات فيها نصائح، نقدم يعني الفيديوهات فيها للمتعة فقط، لكن هذه المرة لاحظت يعني شيء غريب حبيت يعني نشاركه معكم، واللي عنده ما تعليق ولا فائدة يفيدنا. حبيت ندير هذا الفيديو، اعتذر اذا كان الصوت رديء ولا يعني انا مش متعود نتكلم هكا، ندير فيديو بالصوت يعني نوري فقط الحسون. لكن هذه المرة شوف، انا عندي الحسون تاعي هذا قبل فترة التزاوج طيح الريش، هذا سقوط الريش هذا يكون عادة لما الحسون أو المقنين يعني يكون عنده شوك يعني حاجة تخلعه ولا. أنا الحسون تاعي يعني بيبقى معايا، يعني ينام حتى يعني في نفس الغرفة، وأنا متأكد أنه في الغرفة ما فيش حاجة تخلعه، يعني ما يفزعش، ما كاينش فأر ولا يعني حاجة هكذا حشرة ولا تفزعو. وبقيت نحوس وشنو السبب بدون إطالة. لاحظت أنه هادي هو هاوليك الحسون، ها هو الحسون هاوليك الريش تاعو لحد الآن الحمد لله. أنا حاولت نقوم بعض الأمور، بعض حتى نقدر يسترجع الجناح، طاح له جناحين كاملين طاحوا له، باش يعاود يسترجع الجناح تاعو. هي أمور معروفة، يعني مثلا الدوش يعني الاستحمام يوميا، لا سيما بخل التفاح والشمس، يعني تحطوا يعني الحمام الشمسي كما نقولوا احنا، والبودور احنا الآن انا في مرحلة قريب يعني مرحلة التزاوج، وطاح هاد الريش طاح له جناحين كلها طاحت. الآن نشوف الجناحين بدأ ينمو الجناح الحمد لله. البودور عطيني نقدم له، لازم كل البودور لازمة، خاصة زريعة الكتان. راهي مثلا زريعة الكتان، هاي زريعة الكتان هاي لك، واش تبان هاي برا، ها زريعة الكتان. المهم السبب هو انا هو كنت نحط له هاد اللي يوقف عليها، هاد احنا كيما نقولوا هنا الباقيطة، هاد اللي يوقف عليها الحسون، هادي هي العادة، في العادة نقدم له هادي يوقف عليها، متعود على هادي. انا في غيرت له وقدمت له هادي، لاحظت انه ما كانش حاجه خلعاته في الغرفه. يعني سالت اهلنا في المنزل، واحد ما دخل الغرفه وما كانش يعني واحد خلعه، وما كانش في النافذه، كان في الغرفه عادي. وملاحظه هذا الحسون مروض، يعني مروض الحمد لله كما ينبغي. لاحظ الحسون مروض، يعني ماهوش يعني محسون اللي يتخلع ولا يخاف، ما يخافش شاهد، لكنه اسقط الريش الجناح جناحين كلهم. السبب كان هذا هو السبب، غيرت له هاد اللي وقف عليها، ما عرفش كيفاش يسموها باللغة العربية، لكن هذه الباقيطة كنت حاب نقدم له انا، وقبلها كان يوقف عليها. هاد المرة ولا يخافها، يتخايل في 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 رحت للعمل، رجعت لقيته طيح كل هذا الريش. اذا في قبل مرحلة التزاوج، اذا حبيت الحسون تاعك يبقى في صحة جيدة وما يطيح لكش الريش هذا، خليه على الحالة اللي يكون معتاد عليها، ما تغيرلوش حتى هادي، ما تغيرها لوش.
وبعد هول يعني لما باش تحاول تسترجع له ريش الجناح، بديت نقدم له الكالسيوم، هذه العظم عظام السيبيا، هذا يعني البيض مسلوق، هذا الحبوب الخاصة بالحسون، هذه زريعة الكتان، حبوب الكتان، نقدم له نص ملعقة تاع قهوة، هذا الكالسيوم، لما نقدم له البيض ما نقدملوش الكالسيوم يعني مدة يومين، لأنه أصلا معروف وفيه كالسيوم. أيضا أنا والله ما كنتش ندير هذا الفيديو، فقط يعني ملاحظة، لأنه هذا شيء غريب على غير العادة. من العادة أن الحسون لما يخاف من حيوان أو إنسان يعني بيدخل الغرفة أو حشرة أو شيء من هذا القبيل، يعني يفزع منه يطيح الريش. وهو ما كانش في فترة غيار الريش، كل هذا الجناح جناحين طيحهم. لما وبعدها كيف عرفت أنه من هذا هو السبب؟ كنت لمدة يومين أو 3 أيام لاحظت في الليل لما ينام، ينام هنا، ينام واقف، وفي العادة ينام على هذا اللي يوقف عليها، يوقف عادي، لكن أصبح ينام هنا، ينام في القفص، يشد هنا كأنه خفاش وينام لمدة 3 أيام. وش درت؟ نحيت هذه ونزعت هذه، نزعتها، عاودت رجعت الباقيطة هذه القديمة، القصبة هذه القديمة، ولا ينام عادي، الخوف راح له. بديت هدن، قدمت له في أول الأمر قدمت له النعناع، النعناع هو معروف، النعناع مهدئ، كاين اللي يمدهوله في المشربية، أنا قدمت له ورقة نعناع، قدمها له كل أسبوع أو يوم مرتين في الأسبوع. هذه طريقتي أنا حتى يروح له الخوف هذاك، وربي يسترجع القوة تاعو. وحنا الآن مازلنا في فيبري، نمدلو هذا نعيطولو حنا زقوقو، دوك نزيد نمدلو زريعة الشيا وزريعة الشوك، هذه زريعة حبوب الشوك، وزريعة الكتان، هذه أهم شيء نقدمها له أنا حتى يسترجع القوة ويسترجع ريش الجناحين في فترة قصيرة. هذا الآن عنده مدة أسبوع رجع الجناح هذا، لحد الآن في هذه الحالة الحمد لله. وخاصة التشميس والدوش والاستحمام. الآن نقدم له القليل من الحبوب هذه، لحظة فقط. وهذا الفيديو عملته على جل لهذا السبب، هاو المشكل هذا، لما وضعته هنا أصبح يخاف منه، ما يوقفش فيه أصلا، خاصة عند النوم في الليل، ولا ما يرقدش فيه، ولا شوف لما يشاهده كان يخاف منه، يعني أصبح يرقد هنا. الفيديو هذا عملته على جل هذا. لما تقرب فترة التزاوج من الأحسن ما تغيرش للحسون أي شيء، خليه على العادة اللي كان فيها من قبل، والله أعلم. واللي عنده فائدة يفيدنا في تعليقات. ولا الآن نحضر له هذه الحبوب اللي راح تكون إضافية، نزيدها باش تساعده على نمو الجناحين. لحظة فقط، يلا بسم الله. القليل من حبوب الشيا، قليل فقط، هذا تاع الصنوبر، هذا الله اعلم، حبنا يطول حنايا زقوقو، نقدم له 3 حبات، 4 ولا 5 يعني، انا فصل تقريبا فصل الشتاء يعني، هاد الحبوب ما تضروش. والقليل من زريعة الكتان، هي من الأحسن زريعة الكتان تحطها مع الحبوب العادية، يعني وين تحط الأكل تحطها من فوق ملعقة صغيرة تاع القهوة،
الآن قدمت له 3 أصناف، هاوليك 3 أصناف، يبقى الشوك، زريعة الشوك، هاي زريعة الشوك، لحظة فقط، هو ما يحب، هو يحب زريعة الشوك، وتساعده أيضا لأنه مو جيد. وبعدها نحطه يعني في يستحم قليلا. الحمام اللي لازم يكون يومي، والتشميس ما نحبش ندير هاد الفيديوهات فقط للإفادة، حتى نتعلم احنا أيضا. هاليك زريعة الشوك، زريعة الشوك ما تضرش يعني، حتى لو تزيد كثيرا ما تضرش، شوية برك فقط هكا، كل يوم أو كل يومين، أنا نقدم له شوية كل يوم. هاليك شوف يعني هو أصلا يحبها. هاليك بسم الله، بسم الله يا روحي. اها هاي سقطت نصها، سقطت اصلا نصها، سقطت هاي كل. وبعدها نقدم له هذا الحبوب تاني في وين نحط له الاكل، واعتذر على الاطاله، واذا كان الصوت ماهوش واضح اعتذر، اي استفسار ولا في التعليقات نوضحوها ان شاء الله. واش تاني قلت لك؟ النعناع، النعناع تاني يهدأ من الحسون، وإن شاء الله يسترجع الجناح في أقرب يعني. لحد الآن راه أسبوع، أسبوع لاحظ، هاي يروح، هاي يروح، هاي هاوليك أسبوع، تقريبا أسبوع الجناح بدأ يطلع الحمد لله ما شاء الله. ونتمنى مازال نزيد له هذا الكيفية هذه، نكمل فيها. في المشربية راني درت له القارص أو الليمون 4 قطرات أو 5 مع الثوم، ثوم مفيد جدا للحسون. وزيد هاوليك البيض، وخاصة التشميس شوف هو مروض لكن خاف، خاف هاو السبب، سبب هذا يعني ما يجيكش في بالك والله العظيم، ما كانش حاجة تخافها. وحتى لو كان حطوه هنا في النافذة، هو الحمام ما يخافش، الحمام ما يخافش، لكن هذه تخيلها في الليل. عاود رجعت من العمل غد من داك، لقيته سقط كل هذا الريش الجناح مدة أسبوع، قمت بهالطريقة الحمد لله. وكل واحد كيفاش يشوف الحسون تاعو، كان اخواننا بزاف الله يبارك ما شاء الله، في سواء اليوتيوب او الفيسبوك، او كل واحد يقدم طريقة حتى نستفادوا منهم، استفدنا منهم، نشكرهم على النصائح تاعهم. انا قمت بهذه الطريقة، وكل واحد يعرف الحسون تاعو كيفاش يستجيب لهذا للشفاء ان شاء الله. هاوليك ان شاء الله من حتى وقت التزاوج يعني مازال شوية، يكفيني إن شاء الله أسبوع، إذا كان أسبوع آخر يكون نطلع الجناحين ويكون غرض يكون. وما تنساش حاجة أيضا، لما يتلقى هذيك الصدمة، لما يتلقى الصدمة هذا للحسون، أول شيء تقوم به ولو في الليل ترشو بالماء، ترشو شوية ماشي بزاف، ماهوش دوش ماهوش استحمام، ترشو شوية، يكون في خل تفاح في الماء أحسن، حتى يعني يسترجع هذيك القوة تاعو ويفطن. هذه لما يكون تلقى صدمة، لما يكون مخلوع. هاوليك شوف هو متروض وخلعته هاد الباقيطة هذه، ما نعرفش كيفاش يسموه الباقيطة باللغة العربية. هاوليك دوك نعطيه له يستحم، هو الوقت ما كانش عندي بزاف مع العمل، لكن هاوليك الطريقة تاعي اللي استعملتها، والحمد لله لحد الآن راهي فعالة، ما تغيرلوش اي شيء في القفص. لما تحاول يعني تقوم بعملية تزوج ويقرب عملية التزوج، هذه هي النصيحة اللي حبيت نقدمها. واعتذر، قدمت لكم بعض الامور، هاو اللي كرش اللي يطيحو، هاو السبب، سبب لسقوط الريش، هذيك الحبوب اللي نضيفها اللي قدمتها، راوي ياكلها يحبها هو وتفيدو كثيرا. البيض قدمت بعض النصائح القليلة، وكان إخواننا قلت لكم في اليوتيوب
راهم قدموا نصائح اكثر مني انا، هاد شفت في عجاله. والله اعلم، والسلام عليكم، ونشكر الجميع، ان شاء الله تكون بالفائده. وفيدونا حاجه اللي ما عرفناش، فيدونا، فيدو خاوتنا في التعليقات. والسلام عليكم، احذروا من هذه الامور هذه، والسلام عليكم.